اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة اسماك الزينة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن كيفية ازالة الكلور من داخل المياه. طبعا احنا كلنا كنا بنعتمد على مزيل الكلور العادي جدا اللي احنا كنا بنستخدمه، اللي هو بيحتوي على مادة الكبريت، وطبعا في الاحواض المزروعة وفي الاحواض اللي هي المستقرة ما ينفعش نزود كلور فيه. اولا ان مزيل ماده الكبريت الموجوده في مزيل الكلور اللي هو البلورات، اوريها لكم بس الاول انا جايب منها عشان تشوفوها شكلها الاول، شكلها عامل ازاي. اللي هي دي بقصد ديت اللي هي البلورات ديت شبه كريستال كده، ده مزيل كلور احنا دايما متعودين عليه وبنستخدمه وكل الناس شغالة عليه، وانا واحد من الناس كنت قبل كده شغالة عليه طبعا. لكن مع زراعة الاحواض وتربية الاسماك والمعلومات الجديدة الواحد بقى يقرأ عنها، لقيت ان مشكلة مزيل الكلور عالية جدا جدا، في ان انت لو احنا زودنا الكمية بتاعتنا ممكن الضرر بتاعها بيكون اعلى بكتير من نفعها، وبالتالي بقينا نقول ان احنا ناخد المية وبنركنها وبنقعد يوم او يومين نركن المية. ولاحظت في بعض الدول العربية ان مية الحنفية نفسها بتبقى فيها نسبة كلور عالية جدا، وبالتالي بيكون ليها ضرر كبير جدا جدا في الاحواض. ومعظمنا اتجه ان احنا بنستخدم المية الارو، او ان احنا بقينا نستخدم المية المعدنية تجنبا لمية الحنفية. ده كده مقدمة اولية على اللي انا عايز ادخل في الحلقة واتكلم فيه، وهو القرص ده فيتامين سي موجود في كل البيوت ومعروف وكلنا بناخده دلوقتي بسبب طبعا الكورونا، فإن كلنا تعودنا ان احنا ناخد فيتامين سي. فيتامين سي ده بقى هو ده المفعول السحري اللي هيخلصنا من متاعب المية بتاعتنا. اولا فوائده كبيرة جدا جدا جدا، وطبعا ليه بعض المشاكل ليه بعض الاضرار، لكن مش زي الاضرار بتاعت مزيل الكلور. اول حاجة ان ده اولا سعره رخيص جدا، ثانيا ده مش مادة هتتفاعل مع اي مكونات المية في الحوض، بالعكس احنا ما علينا ان احنا نعرف الفوائد بتاعته كبيرة جدا، وطبعا هنعرف اضراره وهنعرف ازاي بنستخدمه، ده طبعا ده اهم حاجة. هنتكلم اول حاجة طريقة الاستخدام، هنتكلم تاني حاجة الفوائد بتاعته، هنتكلم تالت حاجة الاضرار. اول حاجه طريقه الاستخدام بتاعته، ان انت ما عليك ان انت تشتري علبه الفيتامين سي دي، اهم حاجه ما نشتريش الفيتامين سي الفوار. والفيتامين سي ده في منه كذا نوع، بس احنا نشتري فيتامين سي ما مش موجود فيه اي مواد تانية، يعني مش بيحتوي على زنك ولا بيحتوي على اي مواد تانية او فيتامينات تانية، فقط فيتامين سي فقط لا غير. تمام، وهنجيب اقل جرعه فيه اللي هي 500 مللي جرام، دي اقل جرعه في الفيتامين سي. بيجي على شكل برشام وبيجي على شكل كبسولات زي ديت، وبيكون فيها المادة بتاعتها من جوه. طريقة الاستخدام ازاي، هو هناخد الكبسولة بتاعتنا، وخلينا بس يعني مركزين جدا في اللي انا هقوله دلوقتي. هناخد الكبسولة بتاعتنا، هي الكبسولة بتاعتنا ايه تمام، وفي منها برشام وفي منها كبسول زي ده. هناخد كبسولة زي ديت، الكبسولة دي بتكفي ايه بقى، كام لتر مية، وده المهم جدا. نص كبسولة من دي تاخد 20 لتر مية، يعني الكبسولة الواحدة من دي 40 لتر مية. انتوا متخيلين بكبسولة زي دي كده انت قضيت على الكلور داخل الحوض. طب هنستخدمها ازاي؟ لو افترض الوعاء اللي انا جايبه دوت قدام الحوض بتاعي ده اللي احنا هنغير فيه التغيير الدوري فرضا مثلا، يعني ده فيه 40 لتر مية، ده افتراض يعني. تمام، هنفك الكبسولة حضرتك كده، هنفك الكبسولة وهنسقطها فين؟ في المية. تمام، وبعد ما هنسقطها هنعمل عملية دوبان سريعة، هنعمل عملية دوبان للكبسولة جوه الوعاء بتاعنا او جوه المية اللي احنا هنزود بيها. طبعا هيحصل عملية الذوبان اهو زي ما انتم شايفين، اول ما يتم عملية الذوبان هتصبر بالظبط
اهي المياه اهي. اولا انا بلاحظ بقى مع الاستخدام ان المياه بتبقى مياه كريستاليه كمان بالمره. تمام، بعد ما احنا نعمل عمليه الذوبان بتاعنا في خلال 5 دقايق 10 دقايق الكلور بتاعنا اختفى من المياه تماما، ما بقاش ليه وجود. طبعا هتعرفوا ازاي، هنشتري طبعا الشرايب بتاعه الكشف عن الكلور، هي مش موجوده عندي دلوقتي خلصانه، بس انتوا لما تشتروها هتتاكدوا من الكلام بتاعي. انا طبعا بقولش معلومه لغير لما بكون قريت عنها كذا مره واستخدمتها بالفعل وجربتها في الاحواض بتاعتي، وانا جربت التجربه دي في الحوض النباتي بتاعي اللي موجود فيه الشريمب دلوقتي، وانا كان في الحوض ده كان فيه سبتير وجوبي انا شلته وقلت اجرب على حوض فيه شريمب، والشريمب ده من الكائنات الضعيفه جدا جدا ان هي ممكن تتاثر باي عوامل. ادي الشريمب عايش اهو زي ما حضراتكم شايفين والدنيا تمام، مفيش اي مشكله عندي خالص. تمام كده، ايه بقى الفوائد بتاعته بتاعه فيتامين سي اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ اولا ناهيك ان هو بيدي نوع من انواع يعني بيدي فيتامين زياده جوه الحوض، الاسماك بتستفيد منه. طبعا المعلومه المهمه جدا انت قلنا ان هي بتزيل الكلور في اقل من 5 10 دقائق ببرشامه واحده، مش هتحصل عندك اي مشكله. المهم جدا استخدام فيتامين سي ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ان هو بيقلل لك قيمة البي اتش بتاعة المية، يعني بترفع الحموضية، وبالتالي هتحل مشكلة بنعاني منها كل الناس اللي هي القلوية بتاعة المية الزيادة. وطبعا دي بي اتش لما بيكون قليل يعني ده لمعظم انواع اسماك الزينة اللي بتعيش فيه ما عدا نوع واحد فصيلة واحدة بالأخص وهي سمكة السيكلت. لكن لما بنقلل البي اتش يعني هنا يساعده سمكة الديسكاس، وهنا يساعد سمكة الانجل والتترات وكل معظم الأنواع الأسماك اللي احنا بنربيها. الكبسولة واحدة من الفيتامين سي بتقلل لك نسبة البي اتش بتاعت المية. طبعا احنا لما بنحط البرشامة بتاعت فيتامين سي مش هتقلل لنا نسبة الأكسجين اللي موجودة في الحوض، بعكس البلورات اللي هي اللي بتحتوي على الكبريت لما بتنزل جوه الحوض بتقلل نسبة الأكسجين في المية، وبالتالي لازم بنضخ كمية كبيرة من الأكسجين واحنا بنزود مزيل الكلور. انت هنا مش هتعمل الكلام ده خالص، هو البرشامة الفيتامين سي مش هتأثر نهائيا على نسبة الأكسجين الموجود داخل المية، وبالتالي كده ملوش أي أضرار ولا ليه أي مشاكل نهائي في نسبة الأكسجين اللي احنا كنا بنعاني قبل كده من البلورات اللي احنا بنستخدمها. البي اتش بتاع المية اللي احنا اتكلمنا فيه ده مهم جدا، ان احنا بنقول ان احنا معظم السمك اللي احنا بنعيش فيه او عندنا مثلا في مصر هنا لو انت جيت قست البي اتش وانا قستها كذا مرة بتروح من 7.5 لحد 7.6 7.7، ده كده يعني هو البي اتش كده مايل للقلوي شوية. فان احنا لو استخدمنا فيتامين سي لازاله الكلور في ال 20 لتر بتاعنا هيصبح لو تيجي تقيس البي اتش هتلاقي البي اتش بتاعك وصل ل 6.8 و6.5 مائل للحموضيه شويه، لكن هو ده اللي احنا بنوصل له دايما وبنحاول نفرغ الاسماك على درجه البي اتش اللي هي ال 6.5، بين ال 6.5 و6.8 دي الدرجه المثلى لتفريغ جميع انواع الاسماك وبالاخص الاسماك اللي زي الديسكاس وزي الانجل وزي معظم الاسماك. ده كده احنا اتكلمنا على الفوائد واتكلمنا على ازاي بنستخدمه. طيب ايه بقى الاضرار اللي احنا ممكن نلاقيها من استخدام الفيتامين سي؟ اولا الاضرار بتاعته مش اضرار زي الاضرار بتاعت استخدام المزيل اللي هو بيحتوي على الكبريت، هو فقط لا غير ان انت هتقلل معاك نسبه البي اتش وساعتها هيبقى عندك مشكله مع اسماك السيكلت زي مثلا السيكلت الافريقي وزي السيكلت الامريكي اللي هو اصنافه بقى يعني هندرج مع الاوسكار ومع كل انواع السيكلت، هتقلل نسبه البي اتش. والاسماك اللي هي السيكلت عموما بتحب البي اتش بتاعنا عالي. طب احنا ايه الحل اللي احنا ممكن نستخدم فيتامين سي وبعد كده نقوم من رافعين البي اتش بتاع الميه الاسماك؟ هي معلقه ملح بس صغيره هنحطها هتلاقي نفسك البي اتش بتاعك بيرجع وبيتظبط عادي جدا ومفيش اي مشكله معاك في البي اتش. مهم جدا طبعا ان احنا هنجرب التجربه دي
بتاعت البي اتش، عشان برضو احنا انت ممكن سيبك ان انت ناهيك ان انت ممكن تستخدم فيتامين سي عن ان انت تزيل بيه كلور. اكيد طبعا في ناس هتنتقد التجربه وفي اكيد ناس هترحب بيها. ناهيك عن النقطتين، ان انت هتزيل بيهم كلور ولا مش هتزيل بيهم كلور. النقطة الأهم والأكيد إن أنت حضرتك ممكن تستخدم البرشامة دي اللي أنا بتكلم عليها اللي هي فيتامين سي في ضبط البي اتش بتاع المية بتاعك قلوي والحمضي بتاع الحوض. أنت بتربي أسماك سيكليت، يعني أنت عايز ترفع البي اتش بتاعك. بتربي أي نوع سمك آخر عايز تنزل بي اتش، حط برشامة واحدة من فيتامين سي جوه الحوض وكده يبقى البي اتش بتاعك هيفضل شغال. ممكن تستخدم البرشامه دي كل شهر تفضل البي اتش بتاعك موجود. دي كانت المشكله الوحيده في استخدام البي اتش في استخدام فيتامين سي. لكن حضراتكم ممكن تدخلوا وتقروا عن استخدام الفيتامين سي في كل المواقع في ازاله الكلور، وهتلاقي الكلام بتاعي حقيقي، عشان انا متوقع ان بعد الفيديو ده هيحصل فيه انتقادات عاليه جدا جدا جدا. ممكن احط لكم لينكات اللي انا اخدت منها او المواقع اللي اخدت منها المعلومات كلها مواقع اجنبيه تاييدا على الكلام ازاي بنستخدم فيتامين سي في ازاله الكلور. اشكركم وتحياتي لكم وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.